سرداب الغيبة، يقع في مدينة سامراء، وهو السرداب الموجود في بيت الإمامين العسكريين عليهما السلام. وقد حاول البعض الاستخفاف بعقيدة الشيعة فيه بالافتراء زورا وبهتانا على الشيعة، من أنهم يقولون إن إمامهم يسكن السرداب قبل أكثر من 1000 سنة. من قتله قبل أن ينتشر دين الإسلام. سنة 13 من البعثة، تآمر المشركون لقتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وهو نائم. هيا، لقد حان وقت الفجر لنهجم على بيت محمد. كانت المفاجأة. أين محمد؟ في سنة 13 للبعثة، أتى أمر الله إلى الرسول للخروج ليلا من بيته بعد أن أوحى إليه أن المشركين يريدون قتله. يا محمد، إن قريش قد اجتمعوا واختاروا 40 رجلاً من 40 قبيلة، وقد اجتمعوا على باب دارك ليهجموا عليك ويقتلوك، فأمر ابن عمك عليا ليبيت في فراشك، واهجر مكة إلى غار ثور الليلة. فبات الإمام علي عليه السلام في فراش الرسول يقيه بنفسه، وكانت المشيئة الإلهية بأن يخرج الرسول صلى الله عليه وآله من بين المشركين المحيطين ببيته دون أن يروه، بعدما تلا عليهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أمر خليفة ذلك العصر باعتقال الإمام المهدي عليه السلام، فهجمت قوة عسكرية على دار الإمام واقتحموا الدار لتنفيذ أوامر الخليفة. كان الإمام حينها جالس في سرداب الدار، فأمر أمير العسكر بتطويق مدخل السرداب وأطرافه ليقتحموه. لكن الإمام عليه السلام خرج من السرداب ومر عليهم ولم يعترضه أحد من الجنود، فكما مكن الله خروج الرسول من بين المشركين دون رؤيته، مكن حفيده المهدي أيضاً. أما سرداب الغيبة في عقيدة الشيعة الاثني عشرية، فهو المكان الذي بدأت منه غيبة الإمام المهدي عن أهله وعموم شيعته، كما كان البئر بداية غيبة نبي الله يوسف عن أبيه وإخوته وعموم معارفه. بين بئر نبي الله يوسف عليه السلام وسرداب الإمام المهدي عجل الله فرجه.
أنا لا ناصر لي، أغفني يا الله، اللهم أعني وأغفني. فأتى المدد من السماء. اجلس على الدلو حتى تنجو من جوف هذه البئر. ولكن هل أعود إلى أبي إذا خرجت من البئر؟ لا، لقد أنيطت بك مهمة استنقاذ سواد خلق الله سبحانه وتعالى. فقد شاء الله أن يغيب نبيه عن أهله وعموم معارفه لحكمة منه تعالى. سيدي مالك، من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ فكان بئر يوسف نقطة بدء لخفاء هويته، ثم شاء الله أن يصبح نبيه عزيزا لمصر، حيث حكمهم ولم يعرفوه أنه نبي الله وحجته عليهم آنذاك. وخفي أمره عن أهله وعموم معارفه إلى أن أتى ذلك اليوم الذي أذن الله له فيه بكشف هويته. قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكذلك سرداب الغيبة، فكان نقطة بدء لخفاء هوية الإمام المهدي عجل الله فرجه، كما كان بئر نبي الله يوسف عليه السلام بداية لخفاء هويته. وكنبي الله يوسف عليه السلام، فإن الإمام المهدي عجل الله فرجه يتنقل بين الناس ويلتقي بهم ويعرفهم ولا يعرفونه، كما كان يوسف لأهل مصر، حيث حكمهم ولم يعرفوه أنه نبي الله وحجته عليهم آنذاك.